السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. شركه بنعاود في الخدمه. هاي السلعه، السلعه ربي يبارك ما شاء الله، السلعه ربي يبارك ما شاء الله. ديما معكم غير سلعه جديده، سلعه ليكس دي ليكس، سلعه مليحه، سلعه بريمير شوا. المخير تاعنا مخير. مرحبا بخوتنا 48 ولايه. هاي لكم السلعه ربي يبارك ان شاء الله. سلعه مدوره ابو اريال، سلعه ليكس دي ليكس. السلعه عندنا ليموزا ولوبراك، وعندنا بلوندا كيتان. السلعه راه يا ربي يبارك ما شاء الله. المخير تاعنا مخير، زيرو كوفير كما راكم تشوفوا فيها، زيرو كلوة مدوره. الله يبارك السلعه ربي يبارك، ربي يبارك، ربي يبارك. مرحبا بخوتنا 48 ولايه. اسعار هذه الحاج اسمع، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. الو يلا من الخطاب، انت زاد لاباس؟ والله والله لاباس عايش. ياك شي ثاني يا ماما، موعد لك الصباح على الشحمه. ها شفيت عليك؟ ايه عمي الاخر، بس قد هاد جون الكوفتي دي كاينه. والله ما لا بالي نعيط لك بالجمعه على شي، نعيط لك صاحبي. ايوا باش هذا اللي حسابي انا بغيت نكتب 20 قنطار ولا جهزه. ها ما نظنش، ما نظنش 20 قنطار، ما نظنش. ها ما نظنش، والله ما بالي بالجمعه نعيط لك. انا ماذا بيا تطهر اليوم وروح. ها واليوم اللي بعت هذه نبعث 30 قنطار اسيدي، والصباح ما قلتيش، ما فريتهاش معايا. يعني غدوه تذبح غير غدوه، مور غدوه. ها المهم الجمعه علاش نعيط لك؟ قد عندي كونتيس. اسمع عمي الاخر، خليني ها ان شاء الله، هاي ان شاء الله. المهم الجمعه نعيط لصاحبي قدا سكول. هاي ذكر عمي الاخضر، هاي ان شاء الله ربي يحفظك. هاي صحه صحورك. خويا نسيم عزوق، هاو المكرف تاعك؟ هاو تاعك انا نبيع. السلعه راه يا ربي يبارك. ما شاء الله. ها خوتنا جونا من سوكرت، هما خيروا في السلعه. مرحبا بكم خوتنا. مزيد من المعلومات والاستفسار اكثر يرجى الاتصال بالرقم 05 56 67 19 68. مرحبا بخوتنا، عاود جملي بك. او 05 56 67 19 68. مرحبا 48 مخير، وصلوا 48 ولايه بالغارانتي خوتي، توصلكم السلعه ربي يبارك كما راكم تشوفوها فيها في اللايف بالغارانتي. حل الباب تاع الشيفور، تلقى السلعه ماشي مليحه، تلقى السلعه ماشي كما اللي راك تشوف فيها في اللايف. ما بعنا ما شرينا خوتنا. الله يبارك الله يبارك. مرحبا بك خويا كمال، الله يبارك فيك. مرحبا بخوتنا. هاو الوكليف تاعك خويا اسامه، دوك نصور الوكليف تاعك برك نعيط لك. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. السلعه ربي يبارك ما شاء الله.